مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ديوان الصحافة. ديوان الصحافة يأخذكم كالعادة بجولة بعناوين وأخبار صحفنا المحلية. نتمنى دائما أن تكون جولة مشوقة ومفيدة، ونعطيكم آخر ومختصر الأخبار اللي دائما ما تحفنا بها جرائدنا المحلية. اليوم طبعا مشاهدي الكرام، يعني يوم الأربعاء، شيء طبيعي أن يكون هناك جلسة والتركيز على الجلسة. الجلسة اليوم مشاهدي الكرام ركزت عليها صحفنا المحلية، لكن للأسف الشديد لا يوجد شيء في هذه الجلسة. يعني الجلسة كلها أساسا يعني ضاعت في صفاء الهاشم النائب رافع قضية على مرزوق الغانم، ومرزوق الغانم رافع قضية على صفاء الهاشم، واثنين هني يتكلمون، وواحد هني يتكلم، وهني يدافع، وهني يتوسط، ونهاية الجلسة تم الصلح، والصلح خير، وكفى الله المؤمنين شر القتال. هذا اللي حصل في النهاية، لكن للأسف الجلسة كلها ضاعت تقريبا على أمور تتعلق في الحصانة ورفع الحصانة. وهذا الأمر أنا لا ألوم لا صفاء الهاشم ولا مرزوق الغانم، لكن آلية عمل مجلس الأمة وجدول الأعمال أمانة جدول نوعا ما عقيم، يحتاج إلى تعديل وتحديث، لأن تضيع الجلسات الكثيرة. والله رسائل الواردة، والله هناك طلب في رفع الحصانة، واثنين يتحدثون، واثنين مؤيدين، واثنين رافضين، وبالتالي هذا الأمر لن يفيد المواطن ولن يفيد البلد. يعني كان يفترض تكون هناك آلية معينة، جلسات خاصة، أو أنها يعني تحسم هذه الأمور عن طريق مثلا اللجنة التشريعية أو اللجنة الداخلية والدفاع، يعني بهذا الشكل وتم التصويت خاص. لكن يعني من خلال متابعتي منذ سنوات لمجلس الأمة، وجدت أن أغلب الجلسات أمانة كلها تضيع الساعات الطويلة على هذه الأمور اللي المواطن أساسا ما يستفيد منها، ولا حتى البلد يستفيد منها، وبالتالي تذهب سدى. يعني جلسة كاملة من الساعة 9 للساعة 2 الظهر ما خرج فيها مجلس الأمة بأي شيء، أمور مجرد نقاشات وكلام عام وعقيم، وأنا والله رفعت عليه قضية، وأنا وأنت رفعت عليه قضية، وبالنهاية يصير أنت الغالي وأنت العزيز، ويعني للأسف الشديد كأن أساسا يعني قاعدين كأن بديوانية، وأمور يعني يفترض أنها نوعا ما نرتقي في مجلس الأمة، نطور من آلية عمل مجلس الأمة بحيث أن يكون يعني فقط هناك على طول ندخل على القوانين نصوت عليها، إذا كانت اللجان لديها تقارير وجاهزة نصوت، بلاش يعني الجدال العقيم والبيزنطي اللي نشوفه دائما في كل قضية، رسالة واردة أو الإجابة على سؤال أو والله طلب برفع حصانة، ضيع الجلسات أو استجوابات بعد جاك استجواب، هذا مؤيد وهذا معارض، تذهب جميع الجلسات، ماذا نستفيد؟ ولا شيء، لا نستفيد شيئا من ضياع هذه الجلسة. أنا أتكلم بصفة عامة لمصلحة الوطن ومصلحة المواطنين، ماذا نستفيد من هذا الحديث اللي حصل اليوم؟ قد يكون مشكلة بين رئيس مجلس الأمة وصفاء الهاشم تم حلها، والصلح مثل ما ذكرنا الصلح خير فعلا، لكن ماذا يعني المواطن أنه يكون هناك صلح بين النائب صفاء الهاشم ومرزوق الغانم، أو يكون بينهم خلاف أو يذهبون المحاكم؟ لن يفيدهم بشيء بهذا الأمر، لن نستفيد شيء، هذا أمر شخصي بين الاثنين، يذهبون المحاكم، ويفترض أن يعني مثل ما ذكرنا تكون هناك آلية. عموما راح نعلق على هذا الأمر أمانة، ونتمنى فعلا أن نشوف أعضاء مجلس الأمة يحاولون يعدلون في اللائحة، يطورون بهذه الأمور، بحيث لا نكون بهذا الشكل يعني مكانك رائع قاعد ندور في حلقة مفرقة. عموما مثل ما ذكرت الجلسة تقريبا ضاعت لا شيء أمانة، فعلا الجلسة يعني حاول أن يطالع شنو صار في الجلسة، أمور عادية جدا جدا جدا، ولا بيكملون بعد بكرة على موضوع رفع الحصانة عن مرزوق الغانم لولا الصلح اللي تم. يعني ما كفاهم الحلقة جلسة اليوم بعد جلسة الأربعاء بيكملون عليها. عموما انتهت السجال والخلاف بين النائب والرئيس والنائبة عفوا، وانتهى هذا الأمر. هذا من ضمن المواضيع اللي اليوم يعني طالعتنا به صحفنا المحلي. طبعا هناك تصريحات لوزير الداخلية تكلم عن موضوع البدون، أن هناك حل جذري وهناك حل جذري قريبا، تحدث عن هذا الموضوع، يمكن كذلك هذا من ضمن الكلام المهم، لكن لا زال في طور مجرد حديث موجود من ثم، لا توجد قرارات، لا توجد قوانين، لا يوجد شيء، مجرد يعني حديث حول يعني هناك آلية لمعالجة قضية البدون قريبا، هذا هو الأبرز اللي اليوم ذكره وزير الداخلية. عموما نرجع ونقول الجلسة اليوم لا شيء، مجرد كلام في كلام. هذه مشاهدين الكرام تقريبا اليوم يعني أبرز ما طلعتنا به صحفنا المحلية، ركزت على هذه الجلسة. هناك طبعا بعض العناوين المتنوعة اللي راح نشوفها وراح نعلق عليها، ولا يتعلق يعني طبعا في أمور قد تكون خارجية اليوم موجودة وتتحفنا بها صحفنا المحلية.
عموما راح ناخذكم الجوله كالعاده باذن الله تعالى ونناقش هذه الاخبار، وراح يشاركنا كالعاده الاخ محمد العجمي. حياك الله اخ محمد في ديوان الصحافه. وبدايه امانه بسالك على طول سؤال يعني قبل لا ندخل في المواضيع، جلسات مجلس الامه قاعده تضيع سودة امانه، نقاش عقيم بغض النظر عن اي موضوع، يعني ما ابي اركز على الموضوع، ما في اليه معينه ممكن يعني يطور فيها العمل في مجلس الامه بحيث انه على طول والله تعال اللجنه الفلانيه طرشت تقرير، تعال صوت على طول على تقرير، اما هذا القانون نقره او نرفضه. لماذا يعني هذا الجدال الكثير اللي للاسف الشديد عطل مجلس الامه وعطل مصالح المواطنين في امور ما لها اي معنى؟ حياك الله محمد، وكذلك انا ارحب بالمشاهدين اللي انضموا الينا. يمكن الحديث عن مجلس الامه وجلسات مجلس الامه، اجد ابو محمد بان دائما الذي يحكم جدول اعمال مجلس الامه هو اللائحه الداخليه لمجلس الامه. اللائحه الداخليه هي التي وضعت اول شيء التصديق على المضابط، وضعته في البند الاول. اثنين الرسائل الوارده. فهذا البند الثاني. وهذا اكثر ما يضيع وقت مجلس الامه. اي لان اللائحه الداخليه الماده رقم 75 من اللائحه الداخليه تتحدث عن هذه الجزئيه، جزئيه مهمه جدا موجوده نصيا باللائحه. ما يعرض شيء مستجد من جدول الاعمال يعرض على مجلس على المكتب المجلس ثم يدرج في الجدول. نعم. هنالك امور مستعجله كالحصانات. نعم. طيب عفوا الحصانات، لماذا لا تذهب لجنة وخلاص انت الامر؟ يعني ليش المجلس واثنين مؤيدين واثنين معارضين ومثل اليوم اللي حصل وضيع الوقت كله على والله نرفع الحصان ولا ما نرفع؟ يعني هذه اللائحة تعالوا صوت زين على طول على الاقل ما يصير. لا شلون انت خال الان انا فاهم هي اللائحه، ليش ما نعدل في اللائحه؟ هذا السؤال. التعديل في اللائحه جائز، يعني بما يعني هم يجدون بان اذا ضيقوا عليهم بهذه الطريقه يمكن اذا واحد عنده اغلبيه راح يسلق المواضيع، لكن اذا قيد اليوم عندنا قفل باب النقاش، يقدم طلب قفل باب النقاش، اذا عارض واحد خلاص ما يغلق قفل باب النقاش حتى ما يكون في مؤيدين ومعارضين، وبعد ذلك يحط مؤيدين ومعارضين ومن ثم يكون طلب اخر قفل باب النقاش. اذا صار ما صار انعم اكرم ما يتم التصويت فيه حتى يتم النقاش، بس هذه القضيه اللي يمكن صارت فيه. عموما سنقص اكثر بعد قليل. إيه اليوم على اليوم في كلام يعني حديث الموضوع. واعتقد اليوم راح نسهب في قضيه الحصان، الحصان اليوم ذكرت بمجملها وكيفيه تدار قضيه الحصان. طيب خلونا مشاهدينا الكرام الان نبدا بجولتنا، ونبدا باول جريده ونشوف عناوينها ونشوف الشاهد ليوم الاربعاء وابرز العناوين. الكويت تدين حادث التفجير الارهابي في البحرين. عنوان آخر، طاح الحطب بين صفاء والغالي مرزوق، عادل الإخرافي مهد للصلح فتنازل عن القضايا بعد أن طلب رئيس المجلس رفع الحصانة عنه. الهاشم شكرا على شجاعتك ورايحة قصر العدل، الغانم لن أكون أقل كرما من الأخت صفاء. الكندري استجواب وزير العدل جاهز إذا لم تصدر لائحة مكافحة الفساد. عقود مشبوهة في الصحة بمئات الملايين، الطبيبان الكويتيان جوهر والعزمي كشف الحقائق. الإبراهيم أحال الكليب للتقاعد لعدم تعاونه مع الوزير. العبدالله جهة خارجية لفحص توزيع المزارع ومحاسبة كل من حصل عليها بشكل غير قانوني. الحكومة وعدت ببدائل علاوة الأولاد، تعديلات الهيئات الرياضية مرت. الزلزلة هيئة الاستثمار دولة داخل دولة. فوستر ويلر تفوز بعقد محطة الاستيراد الغاز. العمير لعبد الصمد شوي شوي يا سيد. اجتماع كويتي أمريكي لحسم العقبان. شركات الوساطة مهددة بالإفلاس بسبب الرسوم، هيئة الأسواق فرضت عليها رسوما بلغت 100,000 دينار. السيسي لن أدير ظهري لإرادة الشعب، الغالبية تريد ترشح للرئاسة. بوتين لأمريكا، هل تدخلكم في أفغانستان والعراق وليبيا شرعي؟ جلزيف، فرض عقوبات علينا سيؤدي لانهيار النظام المالي للولايات المتحدة. عنوان آخر، المبارك للوزراء طبقوا الحكومة الإلكترونية لتقليص الدورة المستندية. والجامعة تكرم متفوقيها اليوم، والبدر تعليمنا سلاحنا. أسماء البنوك الممولة لمشروع الوقود البيئي. والدوسري مستمرون في تحويل الزيارة التجارية إلى إقامة عمل. لجنة الأحمدي بالبلدي تبحث محمية النباتات الفطرية.
هذه تقريبا هي أبرز عناوين جريدة الشاهد. أخ محمد يعني أمانة أنا كان بتكلم عن مجلس الأمة وكذا، لكن هم الشاهد فيها دائما أخبار حصرية يعني تجرني أني لازم نركز عليها ونوضحها مشاهدين الكرام. طيب. شن طبيبان كويتيان هجوما حادا على وزير الصحة وانتقد توقيعها وتوقيع الوزارة عقودا واتفاقات تكلف الدولة ملايين الدنانير بلا أي عائد، ووصفها بالمشبوهة والملغومة. وهما طبعا منه استشاري الأطفال في مستشفى العدان مرزوق العازمي الذي انتقد توقيع الوزارة اتفاقيات مليونية مع جهات خارجية دون دراسة فنية، موضحا أنها ألغت اتفاقية بمئة مليون دينار بعد توقيعها، وقع اتفاقية بمئة مليون بعدين ألغوها. شخصية أخرى اختصاص المختبرات التشخيصية علي الجوهر مسلسل استمرار عقد وتجديد إبرام اتفاقيات طبية مع جهات خارجية بملايين الدنانير ومن دون إدراجها في برنامج عمل الحكومة مجرد ضحك على الذقون. أمانة كلام خطير من دكتورين كويتيين، يعني أعتقد أنهم فضح الوزارة. تعليقك أخ محمد يعني استوقفني أمانة هذا الخبر، أن الوزارة توقع عقود بالملايين وبالنهاية تتراجع ووزارة الصحة لم تستفيد شيئا. تدفع طيب دفعت 100 مليون بعدين ألغت ودفعت خلصت طيب. كما يقول طبعا استشاري طيب. الأطفال مرزوق العام. أنا أعتقد بعد هذا الخبر أمرين، هو أمر واحد لكن أمرين، يا يذهب النيابة وزارة الصحة تروح النيابة العامة يا الدكتورين. طبعا بس للعلم يعني مرزوق العازمي كان يوم من الايام يعني مدير مستشفى العدان، الان هو استشاري اطفال، يعني ما ادري من موقعه في الوزاره كثر ما انه كان يوم من الايام مدير مستشفى، وهذا امر خطير. عندنا هذه الارقام، ارقام مليونيه، يعني ارقام اعتقد يعني اكثر من المستشفيات اللي الغاها. كم 60 مليون المستشفى اللي الغاها؟ نعم 100 مليون بيجمع فلوس وبيوفر. إيه اليوم 100 مليون ضاعت من الكويت. لا يدش عليهم وزير الاشغال بعد يقول ليش طيعت فسسوا فلوسنا. لا هو فسسوا وخلصوا خلصوا، والوزير ما دام الحين ساكت الوزير انه وزير الاشغال ولا الصحه تقصد؟ الوزيرين هو مضمونين في الحكومه بالاخير، هم في مجلس وزراء. لا هو وزير بس أبين لك، هو بس ما ينتقد وزير صحيح، يعتقد ينتقد الوزاره وعملها. انا اتكلم لك عن اموال تم اهدارها نعم وتم يعني فسفستها نعم. بالاخير هذا امرين، هذا الخبر لابد إذا كان هنالك أدلة دامغة واجب عليه يعني الدكتور مرزوق العازمي وكذلك يعني علي جوهر أن يذهبون للنيابة العامة بتلك الأدلة التي تبين، والكثير أبو محمد يذهبون للأدلة يعني للنيابة العامة ويكون لها رأي في هذه القضية. نعم لا هو بس أنا أتوقع أخ محمد صعب أن يذهب لنا. ليش؟ لأن يقول لك انتوا وقعتوا اتفاقيات مع جهات خارجيه ما استفدنا شيء، هو هذا المقصد الكلام. يعني انتوا وقعتوا 100 مليون مثل اعتقد الجامعه الكنديه طيب. وبعد فتره الغيتوا العقد لانه ما استفدنا شيء، فهني السؤال طيب. يعني هي طيب. ما فيها مثل ما تقول اختلاس او كذا، لكن احنا وقعنا اتفاقيات ما استفدنا. لا انا معتقد هذا كلام يعني. هذا قضيه تنفيع واضح. انا او لا سوء اداره قد يكون. لا ابين لك سوء اداره قد يكون، هذا امر يعني المال له حرمه. كيف توقع بهذه الطريقه وبهذه الارقام ومن ثم يذهب هذا اباء منظورهم؟ الدوله مو قاعده تستفيد منه، وهو مو مليون مليونين، مو 20 مليون، 100 مليون. محمد احنا شو اللي صار؟ احنا دفعنا الغرامه حق 2 مليار. ما القضيه في قضيه احنا قاعد نوقع عقود وبالاخير ماكو شيء ولا في استفاده بالدوله. فانا يعني كنت اتمنى يعني من الدكتور الدكاترة الأفاضل والذين حريصين كل حرص، وأنا أعتقد أن هذا الحرص الذي جعلهم يتحدثون بهذه الطريقة، روح النيابة العامة وضح وجهة نظرك الطبية بأن هذه الاستشارات لم تكن لها أي معنى طبي، لم تقدم أي خدمة طبية، لم توفر الجانب الذي وضع من أساسه. وأنا أعتقد أبو محمد 100 مليون هذه مناقصة. نعم طبعا مناقصة. طيب المناقصة لها أسس معايير اللي على ضوءها وافقت لجنة المناقصات المركزية. طيب فأعتقد بأن هذا الرقم رقم مهول جدا، وإحنا ذكرناه بالسابق هو مش مليونين ولا 20 ولا 50 مليون، هذا 100 مليون دينار. والكلام اللي قالوه الأخوة الأفاضل وهم من منبع العمل ومن لب العمل يقولون بأن هنالك أمر مريب فيما حدث في اتفاقيات طبية مع جهات خارجية بملايين الدنانير
دون إدراجها في البرنامج العمل الحكومي أو خطة التنمية الصحية مجرد ضحك على الذقون ولا يخلو الأمر من شبهات. فهل نضمن يعني عدم وجود اتفاقيات تحت الطاولة؟ وهذا ما كنا نسأل عنه في السابق، هل نحن الآن مقبلين على اتفاقيات تحت الطاولة مبالغ تصرف ولا توضع في خطة التنمية لأنها مشبوهة؟ ممتاز. طيب موضوع آخر كذلك هم لفت انتباهي اليوم، اجتماع مجلس الوزراء. وأمانة مجلس الوزراء اليوم وسمو رئيس مجلس الوزراء كان كل الهدف من أغلب الاجتماع خصص للخدمات أو الحكومة الإلكترونية وتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين لتسهيل هذا الأمر. يعني هذا الأمر طلبت مرارا وتكرارا من خلال هذا البرنامج، يا جماعة طبقوا الأمور، استفيدوا من التكنولوجيا، خلونا نتحول من الورقي إلى التكنولوجيا المتطورة ونستفيد من هذا الأمر، وريحوا العالم، ريحوا المواطنين، وريحوا حتى الوافدين من كثرة الروحات والجيات والمراجعات، وجيب صور لعشر صور والبطاقة المدنية والجنسية والجواز وما نعرف إيش الصور، ما لا أم داعي اللي قاعد تصير لدينا. وطالبنا التكنولوجيا موجودة. اليوم سمو رئيس مجلس الوزراء مشكورا يعني أتى بفريق عمل اللي هو طبعا الجهاز المركز التكنولوجيا معلومات، وبينوا الوزراء أهمية يعني الانتقال إلى المعاملة الإلكترونية من خلال يعني عن طريق طبعا الهاتف والبريد الإلكتروني والمحادثة الإلكترونية ورسائل النصية وغيرها من وسائل الاتصالات يفترض أنها تستخدم. والكلام الجميل أمانة أن مجلس الوزراء كلف كافة الوزراء يعني ركزوا على كافة الوزراء بالتعاون مع الجهاز المركزي لتسهيل جميع الخدمات والمصالح والمعاملات للمواطنين والمقيمين. يعني هذا رئيس الوزراء يقول لوزرائي سهلوا للمواطنين وتعاملوا يعني بالتكنولوجيا الجديدة لأجل المواطنين والمقيمين. وكذلك رئيس الوزراء يقول للوزراء طبقوا الحكومة الإلكترونية لتخليص الدورة المستندية. هذا كلام ترى مو جديد، وأنا متأكد يعني سمو رئيس الوزراء والرؤساء الوزراء السابقين كانوا نفس الكلام يقولون. لكن هل لدينا فعلا، هل الوزراء قادرين على تنفيذه؟ هل الوكلاء قادرين على تنفيذ هذه التكنولوجيا؟ هل وكلاء المساعدين قادرين؟ هل المدراء كذلك قادرين؟ هل لديهم الخبرة الكافية؟ أم أن البعض منهم، أنتم عارفين مشاهدي الكرام الديناصورات الموجودة اللي حتى ما يعرف يستخدم هذه التكنولوجيا، اللي فقط لا زال على موضوع الورق واستمرار على الورق، هؤلاء موجودين شلون يعني بيطبقون؟ هم أساسا ما يعرفون. يعني إذا كان وكيل ولا وكيل مساعد ولا مدير ما يعرف يستخدم البريد الإلكتروني ولا يعرف يستخدم المعاملات الإلكترونية والإرسال والاستقبال في هذه الأمور، كيف يطبق هذا الأمر؟ مستحيل يطبقها. وبالتالي المشكلة مو مشكلة برئيس الوزراء ولا الوزراء، المشكلة القيادات الموجودة اللي أتت عن طريق الواسطة للأسف الشديد دون أن تكون لها كفاءة، حرمت كثير من المواطنين الكويتيين، ظلموا مواطنين الكويتيين أكفاء في وزاراتهم وأتوا مكانهم عن طريق والله قبيلته، عن طريق عائلته، عن طريق حزبه، عن طريق طائفته، عن طريق تياره. هذا الأمر أنتم معروف في مشاهدك، أو عن طريق النائب الفلاني والنائب الفلاني، هذا معروف. لكن أكيد في مواطن كان جدير في هذا المنصب لكنه حرم، وللأسف الشديد نحن اللي يأتي في المنصب عن طريق الواسطة وليس عن طريق الكفاء. هؤلاء الذين وصلوا هم الذين الآن هم اللي رحلوا ودمروا الإدارة الحكومية ومترهل الإدارة الحكومية، وبعضهم يليت يعني عنده من تكنولوجيا والتطور يفهم في الأمور هذه ميح ما يعشي. أخ محمد رئيس الوزراء قاعد يطالب، وجايبين اليوم الجهاز المركز التكنولوجيا معلومات وقاعد يشرح الوزراء قاعد يعلمهم ها خطوة خطوة يا جماعة كذا كذا، ورئيس الوزراء مشكورا يعني حريص على المواطنين، يا جماعة قاعد يقول لهم كونا قاعد تبث وكالة الأنباء الكويتية كونا أن رئيس الوزراء سهلوا على المواطنين جميع الخدمات والمصالح والمعاملات للمواطنين والمقيمين، سهلوا عليهم وطبقوا الحكومة الإلكترونية. طبعا أنا أستبعد تماما أن يستطيع الوزراء وكذلك الوكلاء والوكلاء المساعدين وكذلك المدراء تطبيق الحكومة الإلكترونية. والله محمد اعتقد هو مشروع يبي يرسون على مكان معين. انا بعطيك لا ملخص بلخص لك اللي قاعد يصير، لكن علم بالعافيه بي بي يعني يخصصونه او يرسونه على اي شركه ما لتطبيق اليه لوضع اليه يعني جلب مستشارين كيفهم. لكن بالاخير انت ليش تروح للقشور؟ هذا قشور التغيير في اللب. القضية مش قضية يعني دورة مستندية، ما لم تكون هذه الدورة المستندية هناك أطراف لعبوا دور في هذه الدورة المستندية. لا يوجد عمل أو لا يوجد مكان في وزارة الدولة إلا في محسوبية في التعيين، هذا هو الأساس. فمن على ضوء هذا الأساس شلون تبي يكمل وهو لم يكن رجل مناسب في المكان المناسب؟ كيف يكون لك دورة واضحة ولا يكون فيها كفاءة؟ الكفاءة تكون من أطراف لها علاقة في العمل نفسه. الآن لا يوجد وكيل وزارة أو وكيل مساعد إلا جايب البرشوت،
إلا ما ندر، هذا أنا قاعد أقول إلا ما ندر، حتى خوفا من يكون هناك أمر معين أنا ما أدري عنه. والله عندك تفاؤل لكن... إلا ما ندر. ها؟ عندك تفاؤل؟ لا أنا قاعد أقول لك أنا يمكن يعني في بالكويت واحد يصل منصب للأسف الشديد كذي كفاءة بدون واسطة. حتى أنا أبين لك يعني ما أدري يعني قص على بعض ولا شيء. لا 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 حتى لا يمكن بعض الناس عيال قرية كلهم عارفين البير وغطاء. لا لا بعض الناس ترقوا كوكلاء كانوا في الوزارة نفسهم. لا ما أنا لا لا بس أبين لك حتى وين كان أخ محمد يعني لا يوجد لدينا قانون شفاف في موضوع المناصب القيادية، وأساسا أعضاء مجلس الأمة والوزارة لهذا اليوم لا يوجد هذا القانون يطلع من مجلس الأمة، لا يوجد لدينا. هم أساسا ما يوجد. هل لدينا سمعت في يوم من الأيام والله قالوا لك منصب وكيل وزارة شاقر تعال تقدموا منه الموجود وخلونا نشوف المميزات الموجودة، سمعت في هذا الأمر؟ أبدا. جوب فلان حطوه. سمعت وكيل وزارة مساعد تم يعني إعلان والله في المكان الفلاني هناك مكان شاقر وبنشوف يا جماعة في الإدارة أو في الإدارة الفلانية منو لديهم القدرة ولديهم الكفاءة ولديهم الشهادات عشان رشح بينهم ونفاضل؟ لا 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 استحيل. لا لا استحيل، هذا غير موجود. عيب أساسا، ترى الظاهر عندهم عيب أساسا. ما يصير. لا ما يصير، ليش يحطنا هذا معروف في يعني كرسي يعني معروف. شيء انت عارف مدير الجامعة أخ محمد يعني خلنا نتكلم عنه. مدير الجامعة معروف القصة يعني الشهيرة يعني عملوا هذه الحركة، جابوا 4-5 دكاترة قالوا هذول المرشحين مدير الجامعة، كل إنسان والله مساكين يعني هذا والله كذا صافين دور يعني صافين دور مساكين وهذا. تخيلوا مشاهدين الكرام شو اللي حصل، جابوا 4-5 جابوا واحد من خارج الأربعة وعينوه اللي هو الآن المدير الحالي، احنا ما شك فيه، لكن طريقة العمل اللي عملوها يعني أساءت حتى للمدير الحالي البدر، يعني حاطين 4 أو 5 أسماء ومرشحة وكفاءات وشهاداتهم وكذا كذا، وبالنهاية قطوا اللجنه قال يلا توكل على الله انتوا لجنتكم هذه. قال ليش احنا مو عليكم جاب واحد عيب. انا ما اقلل من شان البدر لكن الاليه اللي صارت هم هذا قاعد تصير بهذه الطريقه. موضوع اخ محمد حتى للاسف الشديد يعني حينما يعلن والله نبي دكتوراه شهاده الدكتوراه بالخارج بعثه تعال شوف البعثات الموجوده في الجامعه في التطبيقي يفصلونها تفصال على فلان الفلاني تفصال وتقدمون كثير من الشباب الكويتي ولا يقبل اذا ما عندك احد في هذه اللجنة والله ما تقبل. إيه ليش تقبل؟ احنا هم وضعوا لمثل هذه القضية والآن رئيس الوزراء يتحدث عن قشور الحكومة الإلكترونية هي قشور لمضمون واضح ومضمون يعمل. لكن أنت قاعد تسوي له قشور وما في شيء فاضي. الجنود اللي راح تحارب فيهم أو اللي تبي تطبق عليهم هذه القضية أو تريدون يساعدونك يا سمو الرئيس قال يا شريم ما منبرطم ما شلون ينفخ ما ينفخ وين ينفخ رايح. فرئيس الوزراء يتحدث عن آليات وعن أوكي مانشيت عليك بالعافية اليوم مانشيت نكتب الحكومة الإلكترونية ومن هذا القبيل وراحوا والدورة المستندية ويطالب وطبقوا أرض الواقع صفر ما في من لبكرة تكلم يا سمو الرئيس ما في لأن أنت الآن وضعت قواعد. أنت الآن هل يوجد طيارة تطير بدون محركات؟ تريد أن تحلق يا سمو الرئيس ما في محرك شغال الناس الآن خربان. إيه ما في إلا مروحة عادية وحتى المروحة بعد الظهر بهندل ما تشتغل مروحة أيام الستينات إيه أيام الستينات يلا تمشي بس تهوي بس وتهوي وما في حتى هو حار وقري. هذا مصيبة محمد أمر غريب أن رئيس سمو الرئيس يتكلم عن فكر وعن جانب واللي تحته الصفة أو ما يدو الجيش الجيش الموجود للأسف الذي يمكن نعم مو قادر يقوم بدور المناط فيه يعني من خلال حتى مطالبات سمو رئيس الوزراء او بعض الوزراء قد يكون لديهم بغض يعني النظر انا التطوير. لأن اقول لك الوزراء اتت بمحاصصه قبلنا ما قبلنا سكتنا لا هذا اتى بمحاصصه بدل على ذلك ما هي الشهادات التي نقلت من وزير التجاره كان وزير تجاره صار وزير ماليه وش اللي فيه ما في البلد لهالولد ما احترامنا لشخوصهم الكريمه نحترمهم لكن لماذا نضع انفسنا في زاويه ضيقه لفلان ولمحاصصه فلانيه طيب. حكومة إلكترونية هادور غيرها حكومة إلكترونية والله هي قد يكون يعني يقول كبريل العادة يعني كذبة تبريل بس جايت مبكر السالفة هذه يعني والله نتمنى من كل قلوبنا ونطالب لكن أنا كنت أتمنى أن رئيس الوزراء يورط وزراءه وفعلا يتخذ قرار ممنوع استخدام الورق تماما قرار مثل ما صار في دبي ممنوع استخدام الورق وخل الوكلاء وخلي يعتفسون الوكلاء والوكلاء المساعدين وبعض الديناصورات اللي ما يعرفون الا امور الورق نهائيا يمنع خلهم يحطهم امام يعني مواجهه مصير المحتوم يلا استخدم تكنولوجيا ما في ورق
هذا كان يفترض امانه. انا وجهه نظري يعني اتمنى من رئيس الوزراء فعلا استقرار بهذا الشكل. هني يتورطون ويجبرون يعني شوي يطورون نفسهم. ريح المواطنين، المواطنين صافين دور وكل يوم معاملات الهجره والمرور وما ادري عارف ايش والطاقه المدنيه و لا امور بنك التسليف الله بنك التسليف قصه لن يعني لن يفهمها الا من اتاها من اتى بنك التسليف ولا اعتقد في وزير مر عليه، لكن اعتقد ان اليوم ما ضاع ملفك بنك التسليف الحين؟ لا ضايع اساسا، خذك نسخه دربك بيضيع، لا ضايع بيضيع ما راح تلقاه، وكل ست شهور اسوي لك كعب داير نعم هذه بس عقوبه لكل مواطن كويتي يجي ياخذ قرض بنك التسليف يعاقبونه. عموما يعني الحديث حول هذا الموضوع يطول ويطول، ولكن بارقة أمل سمو رئيس مجلس الوزراء فعلا لديه هذا التوجه، بعض الوزراء لديهم، لكن نتمنى أن فعلا يختارون جنودهم اللي فعلا قادرين على ترجمة يعني أمنيات وأماني وتطلعات رئيس الوزراء والوزراء إلى واقع ملموس، ولكن يكون بعض هؤلاء الجنود غير قادرين ولديهم القدرة، هذه هي المصيبة وهذه هو ما تعانيه للأسف الإدارة الحكومية. ننتقل للقبس ونشوف عناوينها. موديز: الكويت الأقدر خليجيا على المواجهة الاقتصادية، الأصول السيادية تعادل 6 إلى 7 سنوات من الإنفاق الحكومي، الميزانية العامة تتمتع بأدنى سعر تعادل لبرميل النفط، الأمير يعزي بضحايا تفجير البحرين، المنامة إضافة 3 منظمات إلى قائمة الإرهاب، الكندي لاستجواب وزير العدل خلال 2 أسبوع، الغانم مطالبا برفع الحصانة عنه، لا أحد فوق القانون حتى الرئيس، تعيين 3 قياديين ونقل تبعية تكنولوجيا المعلومات إلى العبد الله، سكان الخليج يتزايدون بنسبة 5%، ودول التعاون مهددة، وخلفان المعارضة البحرينية معادية للخليج وعملية للفرس. هذه تقريبا هي عناوين جريدة القبس. طبعا عنوان القبس اليوم مشاهدينا الكرام، يعني احنا دائما ما تكون نظرتنا سوداوية، ننتقد، نقدنا يكون بناء لهدف الإصلاح، ونذكر كذلك الإيجابيات، هناك إيجابيات كثيرة موجودة في البلد، من ضمنها موضوع موديز، وهي طبعا وكالة تصنيف عالمية تقول بأن الكويت هي الأقدر بين دول الخليج طبعا تتعاون على مواجهة التقلبات الاقتصادية والصدمات المالية بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل الأصول السيادية الخارجية والفوائض المالية في الميزانية. يعني الكويت هي أفضل دولة في دول الخليج كلها في هذا الموضوع، أي صدمة أزمة هي الأقوى والأفضل اقتصاديا، وهذه يعني منظمة دولية اقتصادية أمريكية محايدة، ما عندهم يعني في مجاملات وما عندهم سؤال في الوسطى. وقالت في تقرير منفصل أن أصول الهيئة العامة للاستثمار تعادل من 7 إلى 6 سنوات من إنفاق الحكومي العام، مقارنة بين 3 و4 للإمارات، و4 سنوات لقطر، و2.5 سنين للسعودية، و1.5 سنة لعمان. هذا يعني شيء أمانة جميل جدا، وشيء من الأمور التفاؤلية. وأنا ذكرت لكم يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، يعني الأصول اللي يديرها الصندوق السيادي ودير يعني الاستثمارات الكويتية في الخارج مع الصندوق السيادي تعادل تريليون 1000 مليار، يعني مبلغ اللهم زيد وبارك، مبلغ شبه خيالي. هذه فقط أصول الدولة، وبالتالي من ينظر نظرة سوداوية والدولة كذا والدولة كذا، ترك عنك يعني نظرة سودية، تفاؤلوا بالخير تجدوه. لدينا عندنا بعض السلبيات، ولكن لدينا من الإيجابيات الكثيرة والكثيرة، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل حكام هذه البلد منذ الماضين، وحتى أميرنا الحالي حفظه الله، وكذلك رؤساء الوزراء اللي لا زالوا محافظين على الأموال التي تستثمر في الخارج، وكذلك الصناديق السيادية واحتياط الأجيال، وكل ماله قاعد يزيد ويزيد ويزيد حتى بلغ إلى مبلغ 1000 مليار خلال عام. الصندوق السيادي والاستثمارات يعني تداولت 1000 مليار دولار تملكها أو تتداول شراء وبيع، وهذا مبلغ مهول جدا، مبلغ مهول جدا تنافسه دول عظمى، وبالتالي هذه من ضمن الأمور نفخة فيها لدولتنا كقوة اقتصادية لا يضاهيها أحد ولا الحمد، رغم يعني العقبات في موضوع التنمية، رغم العقبات الموجودة في موضوع الجانب السياسي، لكن لدينا أمور يجب أن نفتخر فيها ويجب أن نتفائل فيها، ودولتنا ولله الحمد فضل الله سبحانه وتعالى، قد نكون دولة صغيرة لكن قوة اقتصادية أقوى بكثير من حجمنا
بكثير أضعاف مضاعفة من حجمنا. والآن القوة هي القوة الاقتصادية مشاهدي الكرام. هناك دول قوتها الاقتصادية قاعد تفرض، بعد دول لا يوجد لديها جيش لكن قوتها الاقتصادية هي مؤثرة في العالم كله. ألمانيا الآن لا يوجد لديها جيش ومع ذلك من أقوى اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ولها كلمة مسموعة بسبب قوة الاقتصاد. أخ محمد، أتحدث عن الجوانب الإيجابية، لا يجب أن نكون سلبيين على طول، إذا هناك أمور إيجابية نذكرها. موديز اليوم قاعدة تقول بأن الاقتصاد الكويتي هو الأقوى خليجيا، وهذا أمانة ميزة. نافسنا الإمارات، نافسنا قطر، نافسنا السعودية، البحرين، عمان. لا أنا أعتقد يعني إحنا يمكن الكويت هي رائدة في الصناديق السيادية، ولو نظرنا يعني أنها بعد الله عز وجل يعني وثم تلك الصناديق السيادية لما وقفنا يعني في إبان الغزو العراقي، والدليل على ذلك يعني يعني هنالك الكثير من الدول تتأثر بعد الحروب، لكن أعتقد ما دار يعني في 7 شهور التي احتلت فيها القوات العراقية الكويت وجدنا أن هذا كان الصد والسد المنيع. يعني اليوم نجد بأن الكويت تتعافى، ونتمنى أن الله يحمينا من عيون الناس، ويعني إيه وأعتقد بأن دولة محتلة وكانت تدفع رواتب الموظفين. أي نعم نعم، وهي محتلة. لا وتعطي، لا يوجد في التاريخ ترى. نعم في التاريخ لا يوجد دولة محتلة وكانت يعني تعطي الرواتب وكذلك تدفع وتتنازع عن دول فقيرة أفريقية وعربية عن بعض الديون. نعم، وأنا أعتقد يعني طيبة أهلها، ويعني هذا السياسة الكريمة من الأسرة الكريمة كذلك والقيادة الحكيمة هي ما وضعتنا في دائما في مصاف الدول. المشكلة أبو محمد ليست يعني مثل هذه الأرقام، الأرقام هذه تترك وتنسى بسرعة. نعم. يعني تكتب مثل هذا المانشيت لكن يكتب مانشيتات أخرى. صحيح. لترهيب الميزانيات. نعم. وترى الباب الأول. نعم. والرواتب. نعم. والقصة. أنا هم ليه لا بس أبين لك هم حتى يكون هناك نوع من العدالة، لكن أعتقد يعني الخبر واضح ولا يحتاج إلى تحليل. نحن نرى بأن القوة الاقتصادية هي القوة التي يعني يعول عليه الكثير سواء على مستوى الدول العظمى أو الدول العالم الثالث، فبالتالي أعتقد اليوم نجد بأن الخير كثير جدا، لكن إحنا مشكلتنا هنالك يعني بطانة. بس كلمة مهمة، جملة يعني مشاهدي الكرام في الخبر. في الخبر إيه؟ نعم، إن الخبر يقول لك الوكالة تتوقع، الوكالة موديز نعم، ألا يواجه النظام المصرفي المحلي مخاطر كبيرة في حال تدهور سعر برميل النفط إلى ما دون 90 دولار. يعني أنتوا شفتوا مشاهدي الكرام الحديث اللي تكلم عنه وزير المالية إذا نزل أسعار النفط عن 90 2017 وما 20 ما راح نقدر ندفع راتب. هذه وكالة عالمية، هذه وكالة عالمية، مو والله البنك الدولي الموظفين حاطينهم عندنا وقاعدين يقولون البنك الدولي هو بس موظفين حاطينهم شقة. لا هذه وكالة عالمية معروفة يعني أساسا ما تصنف ولديهم من الخبراء شيء الكبير، فبالتالي يقول حتى لو نزل سعر البرميل النفط لن يتأثر النظام المالي الكويتي، وهذا أمر جميل جدا أخي محمد، ويطمئن ويؤكد بأن اقتصادنا متين ولله الحمد ودولة متينة، حتى لو لا سمح الله صار هناك انهيارات اقتصادية نزول نفط السنوات القادمة لن يؤثر على الميزانية ولن يؤثر على دولة الكويت. ننتقل للنهار ونشوف عناوين جديدة النهار. حاول ناخذ بس الجرائد على عجالة أخي محمد. نعم. ما بقى عندنا وقت. الخالد، آلية جديدة لحل البدون، من له حق التجنيد سيأخذه لكننا لا نرضى بزعزعة الأمن. وزير الداخلية حالة ضابطين وثلاث أفراد إلى المحكمة العسكرية، والعميري تعهد لمجلس الأمة بإعادة القياديين الذين أمرت المحكمة بتسليمهم مناصبهم. الغانا مصطفى طاح الحطب. الكويت تستنكر الحادث الإرهابي في البحرين، الأمير عمل شنيع يتنافى مع تعاليم الإسلام وقيم الإنسانية. المبارك نساند المنامة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها. المنامة 3 منظمات على قوائم الإرهاب. هيئة الفساد استراتيجية وطنية للمكافحة وترسيخ النزاهة والشفافية وحماية المبلغين. الكليب يغادر الأشغال متقاعدا، والمجدلي أمينا عاما للهيكلة والراشد مساعدا. المواصلات الأعمال الممتازة نهاية قبل نهاية مارس، وبرنامج خاص لصرف رواتب المعلمين البدون. كويتيون ومقيمون ضحايا اتصالات المشعوذين. هذه عناوين جريدة النهار. طيب الأنباء أمامي أمانة، عناوين تقول إقرار الهيئات الرياضية وتعديل صندوق الأسرة 11 الجاري. مجلس الأمة وافق على طلب الحكومة سحب تقرير التشريعية بشأن تعديل بعض أحكام قانون محاكمة الوزراء وإعادته اللجنة للتوافق على بنوده. مثل ما قلنا لا يوجد شيء في جلسة مجلس الأمة، مجرد كلام في كلام.
الأمير وولي العهد ورئيس الوزراء يهنئون محمد الصباح بجائزة روبرت وجان بنتس للدبلوماسية. مصادر دولية مرشح لخلافة الإبراهيمي في الملف السوري. الزراعة، مجلس الزراعة اعتمد قياديين جدد وقرر عدم التجديد الآخرين واعتمد أسماء المحالين للتقاعد. الزراعة للعمير والحكومة الإلكترونية للعبدالله وتبعية تنفيذ مرسوم محافظين رئيس الوزراء. الإذينة والحصان والغنيم أبرز المرشحين لوكالة الأشغال. كينت انفاق 300 مليون دينار خلال عيادة وطنية نصفها كاش. موديز تتوقع بقاء الكويت وقطر محصنتين ماليا مع انخفاض النفط. يعني هذه تقريبا هي أبرز يعني عناوين جريدة الأنباء. الرأي، الرجال معادن عنوانها هكذا تقول. الغانم طالب النواب بالموافقة على رفع حصانته وأكد أن لا أحد فوق القانون وبالتالي الرجال معادن، معناته يشيرون إلى أن مرزوق الغانم يعني لأن على موضوع صفاوي عنوان واضح أخي محمد بين صفاوي وبين مرزوق فكاتبين الرجال معادن. رئيس مجلس الأمة وصف الهاشم يتبادلان تنازل عن القضايا، ولكن تذكرت الرجال معادن وبالتالي واضح إن شاء الله صفاء الهاشم. إيه الرجال يتكلم عن الرجال. طيب الخالد النواب، هل ترضون أن يضرب مخفركم وتكسر دورياتكم؟ أكد أن قضية البدون شيء وحفظ الأمن شيء آخر. هيئة الاستثمار لا علاقة لنا بصفقة الكويتية. مراقب جمرك السالمي ونويصيب للعميد الشمدي ما نشرته الرأي عن الخليجي المسلح دقيق 100%. خلفان يتهم حزب الله بتدريب منفذ تفجير البحرين. والمنامة تدرج 14 فبراير وسرايا المقاومة وسرايا الأشتر على قائمتها الإرهابية. أوباما يكشف في حديث نادر وصريح عن استراتيجية واشنطن في المنطقة. طبعا مو ذاك من التصريح صرحه أوباما. عموما على شركائنا السنة التكيف مع التغيير في علاقاتنا بإيران. الإيرانيون استراتيجيون غير متهورين ولديهم نظرة عالمية ولا يريدون الانتحار. قدمنا مساعدات عسكرية للمعارضة السورية بأكثر مما يمكنها استيعابه. إيران تستنزف في سوريا ماليا ومن خلال إرسال حزب الله الذي كان يجلس في عليائه في مكان مريح وقوي جدا في لبنان وأصبح اليوم عرضة لهجوم المتطرفين السنة. برد لك على موضوع رجال معادن بس بروح للوطن أساس ما يدركنا الوقت. محمد الخالد، آلية لمعالجة البدون قريبا. عاشور جنس المستحقين والشايع التجنيس حق سيادي. جمال العمر يذهب البدون المندسون إلى بلدانهم. العمير ننتظر صيغة قانونية لإعادة قيادات النفط لأعمالهم. عدنان عبد الصمد، لدينا حكومتان، الأولى تعد القانون المحاكم في الوزراء والثانية ترفضه. والأمير، حادث التفجير في البحرين إرهاب يتنافى مع الإسلام والإنسانية. الحرائق تترك المقرى إلى ميناء عبد الله، ثالث حريق في السكراب على مساحة 1000 متر مربع. لا جوازات مادة 17 إلا لحملة إحصاء 65. أخ محمد، الرجال معادن، بداية حديثنا اليوم عن الجلسة اللي ضاعت كلها بين والله تنازل عنك وتنازلين عني وارفع عني وارفع عني، وكما تقول الرأي يعني ترفيع قوي جدا لرئيس ما يسمى الرجال معادن. شو اللي يعني الجلسة اليوم كلها ضاعت على موضوع رفع الحصانة؟ بس حتى نلخص عن رفع الحصانة، طبعا في مادة داخلية أو اللائحة الداخلية تقول من 19 إلى 23 تتحدث عن رفع الحصانة ويقول يعني لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة من عدمها أو توفرها من الوجه القضائي إنما يقتصر البحث فيما عدا كانت الدعوة كيدية يقصد بها منع العضو من أداء واجبه. وإحنا اليوم طبعا كان هناك رفع حصانات من ضمنها عبد الحميد دشتي. طبعا عبد الحميد دشتي كل جلسة ثلاث قضايا أربع قضايا خير الله يعني قال اليوم صالح عاشور قال سافر عبد الحميد دشتي كل يوم عليه قضايا. طيب وتكلم اليوم وكان له مساجلة مع عدنان عبد الصمد وأنا اليوم اقتنعت برأي عدنان عبد الصمد. يعني شلون؟ عدنان عبد الصمد قال يا جماعة الخير إحنا اليوم حتى تقرير لجنة تشريعية لم يكن تقرير لجنة تشريعية. اللجنة التشريعية تبحث عن الكيدية، في كيدية، هل هذا منع العضو من ممارسة عمله؟ هذا الأمر لابد اللي تبحث اللجنة التشريعية. لكن اللجنة التشريعية قضيتين أو قضية لشخصين، نفس القضية لعضوين، عضو ترفع عنه الحصانة وعضو ما ترفع عنه الحصانة. طيب نفس القضية، وهذا الأمر المريب اللي ذكره اليوم عدنان عبد الصمد. أي تكلمون عنه تكلمون حفاظا على الدستور، أي دستور تكلمون عنه؟ الدستور يقول يعني وفق هذه الحصانة بما لا يعطل، واليوم مرزوق الغانم قاعد يقول هذا ما عطلني ولا عطل أعمالي ولا عطل ممارسات البرلمانية.
بالتالي ارفع الحصانة. هو قاعد يقول ما عطلني، وكان من الأولى أن يستمعون اللجنة التشريعية، اللجنة التشريعية لابد أن يستمعون إلى رئيس مجلس الأمة. ما استمعوا له، ليش ما استمعوا له؟ وعلى ماذا استندوا تقرير اللجنة التشريعية؟ على ماذا؟ الرئيس كان برا، كان مسافر، وهذا اللي قاعد نتكلم عنه. ف رجال معادن إيه، لكن الأول من تنازل صفاء، والنساء معادن. نعم. أو النواب معادن، ليش تروحوا للرجال؟ يقصدون فقط اللي مرزوق يعني. لا، وأنا واضح القبس اليوم يعني تكبير في هذا الموضوع، وكذلك الرأي يعني. لا هم يشهدوا، هم عموم يعني لا حتى تفصيل الخبر. إيه لازم يعطونا قدر، لكن أنا أجد بأن يعني الجانب جاء من طرفين، وإحنا نتكلم إن لا نريد أن نرجع إلى الوراء مع هذا حدث، كثر ما أن إحنا نريد أن تكون الحصار البرلمانية لا يتمترس معها أو يترس خلفها ما يحدث الآن. يعني في قضايا على عبد الحميد دشتي قبل أن يكون عضو، وين ما له علاقة بالحصار. قبل قليل أخ محمد ذكرت بأن بعض التعيينات الوكالة كذي تنزل ببرشوت. أنا عشان أكد لك البرشوت، شوف قراءة المجلس اليوم الجديدة تذكر هذا الأمر. تعيين كل من فوزي المجد اليمين عاما لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي، واحد. طبعا الآن بذكر لكم الأسامي على أساس هذه التعيينات، هذه الترقيات لا نعلم، لا يوجد أي يعني شفافية، ما ندري هل هي كانت أماكن شاقرة وتم الإعلان عنها وبالتالي في ناس موظفين تقدموا وصار هناك مفاضل، لا نعلم. فقط دائما تصدر علينا مراسيم أو مجلس الوزراء يقول لك والله قررنا فلان فلان. المجدلي أمينا عاما، بندر الراشد أمينا عاما مساعدا بدرجة وكيل وزارة مساعد في برنامج إعادة القوة الهيكلة، زين. خليفة محمد الفليج وكيلة مساعد وزارة الكهرباء. أمين سر مجلس المحافظات فواز الخالد الحمد الصباح. جدد الوكلاء المساعدين أيمن السرحان وهدى العيسى، وفي ديوان خدمة جدد الوكلاء المساعدين طارق الخالد. بعد غير اللي حالهم طبعا، قرر مجلس عدم التسجيل لكل من صلاح المضحي مدير الهيئة البيئة وعادل زامن أمين السر، واعتمد مجلس مرسوم إنشاء كذا كذا. يعني هذا محمد الآن عينة تم تعيينهم، نحن لا نشكك فيهم أبدا، قد يكون ناس مجتهدين وناس لديهم، لكن وين مبدأ الشفافية؟ وين المفاضلة اللي حصلت؟ لا نعلم. هكذا يتم التعيين الوكلاء والأمناء والوكلاء المساعدين بهذا الشكل، لا نعلم كيف هؤلاء الأشخاص وصلوا إلى هذه المناصب. قد يكون يستحقونها، قد يكون هناك من هو من يستحق هذا المنصب، قد يكون هناك من ظلم ويستحق هذا المنصب. للأسف الشديد بهذا الشكل دار الأمور، وأمانة هذا يعني الخبر اللي موجود اليوم في جريدة الأنباء يؤكد أن للأسف الشديد تعيينات تتم بهذا الشكل، لا نعلم ماهيتها ولا هي طريقتها. نشوف كاركتير الشاهد. ما يمدينا الخبر؟ عندنا خبر ضار قبل. في خبر؟ خلينا نشوف الخبر. ما انتبهت للخبر عموما. لا في خبر، خبر ضروري. طيب. شوف الخبر مخرجنا. موجود؟ يقول بس الكاركتير عنده. اي يلا امر الله. ضار زعلان عليك المخرج. ما ادري الخبر في شيء. برده مره ثانيه. طيب شوف الكاركتير المخرج. ممكن انك تقراه يعني، مو شرط اذا ما طلع. هذا اللي بيصير اساسا. المناقص شنو؟ خدمات المناقصات، مناقصات حكومية طبعا. وين بتصب هذه المناقصات؟ ها حكومية، ها على الجدر هذا ولا الصحن الكبير هذا اللي بيطلع بالجدر يطلعين من لاس. ايه طيب واضحة طبعا. هذا نشوف الكاركتير الآخر كذلك يعني. القبس اليوم والشاهد يبدو أن هناك توافق على موضوع المناقصات، مناقصة محط المحدان وصورة مجلس أمة. لاحظ يعني كأن هناك متنفذ يرشي قريبة ترى على فكرة من من يعني من شو اسمه من الشاهد يعني على ضوء قريبة جدا، لكن الشاهد وضعتها في شكل في المحقام. والقبس وضعتها أن هناك منو هذا اليد التي مدت الله العالم، قد يكون متنفذ قد يكون أيا كان، لكن للأسف الشديد مثل ما أنتم عارفين هناك بعض النواب للأسف قد يشرى بمناقصة، قد يشرى في أمور أخرى، لكن لا شك إذا يعني خليت خربت. هناك الشرفاء الذين دائما يقفون من الشعب الكويتي، وإن شاء الله أنهم كثر وفيهم الخير بإذن الله تعالى. الخبر اللي عندك أخ محمد بعجالة. طبعا على عجالة، غموض يحيط بهروب موظف التربية المصري بعد اختلاس 200,000 دينار، كيف حصل على جوازة وورقة المغادرة؟ وما زال الغموض يكتنف عملية هروب الموظف المصري الذي يعمل في الإدارة المالية بوزارة التربية. ضرب عليهم 200,000 ونحاش؟ إيه نفس الهلال الأحمر. هلا الأحمر 200,000 كل يعني كل فترة الإخوان الظاهر ما يجمعون، يقول لي 20 سنة أجمع يا عم، لا ما ينفعش.
خذه من الاصل حطه على الصندوق وحط رجله. انا شخت عشق قمره ونسرق تسرق جمل مره واحده وروح راح توكل على الله. سؤالنا الى طبعا باللغه دفن فقره هذا خلاص اي دفن فقره وراح وهناك الظاهر بيروح للسيسي يلا. والله هذه من سوء الاداره الموجوده في وزاره التربيه اللي موظف يستطيع ان يختلس 200,000. هذا سوء اداره للاسف الشديد وضعف الرقابه، رغم الكلام ان لدينا رقابه ولدينا لكن للاسف الشديد يعني بهذا الشكل قاعد تسرق الوزارات. عموما اخ محمد العجمي شكرا جزيلا لك، وصلنا لختام الحلقه. العفو محمد. مشاهدي الكرام وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم. دائما تفائلوا والغد دائما اجمل، ودائما بلدنا اجمل، ودائما نحن متفائلون في دولتنا، والنهضة بإذن الله تعالى ستكون أفضل والدولة مزدهرة بإذن الله تعالى. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.